أتص الأدعية بوجه اسمه السيد الاستغفار أمشي دينا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء معنى أعترف، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقل أدب ويس 10 ويس 11 أن نسأل الله عز وجل بعزم وجد واجتهاد، يعني أن ندعو ربي سبحانه ونحن موقنون بالإجابة، ماشي أبي بيري أتبع ربي أبي بيري ما يقف ثقة مش لقدارة، إلا قندعو باللي بيقين ربي وعده ما غاديش نكون قبلة من مين شغليس ماشي شغلنا. لذلك ندعو الله بيقين، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أم بعد ويصناش حضور القلب ولقرأه الذي لذ الغافل أدعو يون سيد سيس ماشي سوليس إلى قادر نسين دفرس قولي أم بعد يلسيح الترجمة دعاء دفرس قول ويس 14 الإلحاح في الدعاء سي طلع قبل بيو الدعاء وخلاص كل شهرين نفكي الدعاء نغذي الجنازة الميك حضر جنازة هذه ناوي سي خشى علي يدعو الحاصو اي ولا اكل دي فاسي في بورصه المقبر بقى على خير سي الجبال السلام عليكم لا يلح في الدعاء وشي قرر شحال كيدعو ودي قبيله على خاطر لازم يلح في الدعاء ورب سبحانه يحمل الذي يلح في الدعاء يكثر من الدعاء. ويس 14 ألا يستعجل ولا قال في حال تتغاوى سيني دعي غسا ماكسيموم 24 ولا قال لي بوينت هنا خدمه راه دير لي ربي سبحانه ادعو تجي لشغليت الشيء اللي يخدم الشغل انت اللي يخدم الشغل من ميك يبغى يا اما غادي يجاو فورا يا اما غاتوجد يا اما غادي يجاو داخل كل الاحوال انت رابح. لذلك يسال حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي سقر يستجب ادعو يجي يا رب سبحانه. في 15 أن يترصد الأوقات الشريفة والأوقات الشريفة يعني دي اختيار ما كان ديال الأوقات الشريفة يوم عرفة مثلا ليلة القدر شهر رمضان إلى آخره أن قال 15 أن يقتني الأحوال الشريفة مثل حالة السجود إذ مثلا كما غير من الدرس إن شاء الله أنكروا يا رب ربي بعد 15 يوم نختموا بلوغ المرام أكلة حضر مطس إقلها بس حضر مطس الله يبارك يا ربي يبارك فيكم إن شاء الله جميعا ولكن ما نختم الكتاب مبارك يعني كتاب عظيم جدا كتاب اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني أن حضركم الختم إن شاء الله من الدرس بعد 15 يوم وبارك الله فيكم.